ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القيم رحمه الله تحت نصيحة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين: باب زكاة التجارة. قال: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة بقول أكثر أهل العلم رحمه الله. نعم، هو قال هنا تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة. وشوف كلامه، لابد أنت لابد كما قلت فعن المصنف امشي مع حرف حرف. قال قيمة، يبقى إذن هو الزكاة هنا في عروض التجارة إيش؟ وجيزة بسرعة، ليست في العين ولكن في القيمة، ليست في العين. وهذه فيها خلاف، المسألة فيها خلاف فقهيا. يعني لو تاجر في ما عينه فيه الزكاة، طب نريح شوية، طب خلاص خليك بقى زي ما أنت. لا عارف هذه لما كنا في الأقصر كانت هذه هي هذه، لكن هي هذه أخشاها عيني يعني. طب يعني ماشي، لأن في خلاف أصلا لو كان يتاجر فيما في عينه الزكاة. البعض يرى أن الزكاة تكون في العين لأنها الأقوى، ولأن الزكاة في ولأنها متفق عليها بإجماع، والبعض راى انها تكون في القيمه، وهذا مختلف فيه. وسياتي هذه اكيد مسائل مفرده تاتي الخبر الشافعي والحنابلة في هذا الباب. فلذلك هو قال عشان يثبت المساله، لا عندنا الزكاه تكون في القيمه. هو اصاله شيء واحد بس يجعل الحنابلة ياخذون بالعين في حاله واحده، ان كان يمتلك من العروض ما يكون فيه الزكاه لكن لم يصل بقيمته الى النصاب، ووصل بعينه إلى النصاب كمائة شات مثلا، كوصل 40 شات، ها عنده 40، عنده 40 ولا تصل للقيمة، لا تصل للقيمة، فهو حتى لا يسقط الزكاة يقول تأخذ من العين. ده إيه بقى وجهة النظر عن الحنابلة؟ وده قوي يعني. ليه بقى؟ إيه اللي جرهم لذلك؟ ده مش تلون. إيه اللي جرهم لذلك؟ أساس العروض عندهم بينظروا فيه إلى الأحظ للفقير، فلو أخذ بالقيمة ها ما في حظ الفقير، ما في أصلا للفقير شيء، صحيح؟ لو أخذ بالعين تكون الزكاة ويكون هذا الأحظ للفقير، فيقدم الأحظ للفقير. هذا الذي يوجهه توجيههم هنا في هذا الباب. ولذلك قال في عروض التجارة، عروض التجارة جمع عرض أو عرض، صح ولا لا؟ بالتسكين العرض غير العين. العرض كل متاع خلا الذهب والفضة، لأن الأعيان هي الذهب والفضة. بالتحريك العرض كل المال، يعني إيه بقى يا فلاح؟ يعني عرض الدنيا، يعني إيه في السياب إيه اللي أنت فعلته؟ يعني دخل الذهب والفضة معه. إذا قلت عرض يبقى أدخلت كل المال، إن قلت عرض وهو ما كان من متاع خلا الذهب والفضة. نعم، هو المقصود هنا العرض. قال ابن المنذر رحمه الله: اسمع أهل العلم رحمه الله على أن في العروض أنا ماشي التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول، روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنه. وبه قال الفقهاء السبعة رحمه الله: الحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنعمي والثوري والأوزعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي رحمهم الله. يبقى قال هنا أهل العلم على أن العود فيها الزكاة على قيمتها طبعا، لأنه ورد عن عمر بن عمر وابن عباس قال وبي قال فقهاء السبعة. وأنا أضع تحت خط ممكن نستفيد من ذلك، إيه اللي نستفيد منه؟ ما في؟ ماشي، في إجماع؟ لا ما فيش إجماع، الحقيقة ما فيش إجماع. ها؟ ما سمعت أهل المدينة؟ نعم، بس أنا أتكلم على مسألة أخرى مهمة جدا. ما يقول بها قال بعد ما قال بالصحابة قالوا الفقهاء السبعة، ها نصير. ممتاز، هذا الرد على هؤلاء الذين يبنون بناء يقولون لا يجوز التجاوز الأئمة الأربعة، لا يجوز بحال من الأحوال. عندنا سلمنا نفسه قالوا هذا كلام باطل، إذا ثبت عن غيرهم يؤخذ به، إذا ثبت. وبيقول سهولة الأمر على الأئمة الأربعة إيش؟
أتباع الأئمة الأربعة دونوا فيقولون هذا دال على أنهم قالوا بذلك. قلنا ولو ثبت عندك الآن إسناد، لأنه إحنا أهل إسناد، الإسناد صح على فقيه من فقهاء السبعة ابن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أعلم الأئمة الأربعة ولا مش أعلم؟ في المجمل أعلم ولا مش أعلم؟ ده أعلم التابعين كليتها، سعيد بن المسيب أعلم التابعين كليتها. يبقى أنا لما أجد سعيد بن المسيب بياخذ بحديث جمع بين الظهر والعصر والأئمة الأربعة لا يأخذون به، بمن نأخذ؟ ها بمن نأخذ وعندنا الظاهر في الحديث؟ وسعيد بن المسيب هو أعلم من الأئمة الأربعة. فهذا هدم أيضا لصرح هؤلاء المقلدة المتمذهبة الضالة الذين حصروا الناس وقالوا ما في شيء اسمه الخروج عن الأئمة الأربعة في هذا الباب. ليه الأئمة الأربعة هو جبريل ومكائيل وإسرافيل والرابع الذي لا نعرف اسمه ها في هذا الباب ويوحى إليهم؟ أبدا، الأئمة الأربعة أئمة فوق الرؤوس يوضعون، أئمة لهم ما لهم من السبق وقدم السبق، ولهم ما لهم من التبجيل والتكريم واختارهم الله جل في علاه. وحتى عندما تترجم بعض علمائنا كان لما يترجم لمالك يقول وهو صاحب مذهب متبع، يعني دي منقبة في إيه؟ منقبة في حق، ومع ذلك هو نفسه الذي قال بذلك. وش قال؟ قال ما من أحد إلا وهو راد أو مردود عليه. الشافعي ماذا فعل مع مالك؟ قال مالك 130 ولا 140 مسألة خالف فيها السنة، قال 130 ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ما الذي يقوله؟ على مالك. والشافعي قال ذلك عليه، ونطلع كتاب كامل هذا الذي قال له تألف الناس هيقتلونا يا شافعي. طلع كتاب كامل ما سماه اختلاف مالك. فالصحيح أن نقول لا ينحصر الحق فيها الأئمة الأربعة، هذا دلالة على هؤلاء القوم الذين ابتلوا بهذا الضلال. وكما قلت المسألة كلها يريدون إيش؟ مظلة، ويريدون شيء ينزلوا تحته، ما عندهمش إبداعات. ولما يجي يطرح الواحد منهم طرحا اسمع وشوف، أنت اسمع وأنت قيم، اسمع وستعلم بطرحي ما عنده. فذلك كما يقول هنا والفقهاء السبعة قال بذلك والحسن وجابر، يدلك ابن قدامة يبين المسألة ليست منحصرة لا في أحمد ولا في مالك ولا في أبي حنيفة ولا في الشافعي. من قال بالحق من أي عالم من علماء الأمة ولا سيما كان سابقا عليهم، ده السبق له ما له من الفضل في ذلك. هو بيقول بأن هؤلاء يقولون بأن الزكاة في عروض التجارة، الجماهير جماهير السلف والخلف قالوا بالزكاة في عروض التجارة. قال بذلك الظاهرية، هو في رواية عن مالك أصلا يقول بها بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، ويقول فيها صدقة فقط. لكن الأدلة على 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 وجوب الزكاة كثيرة، منها قول تعالى قال الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما لما قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ما وكسبتم بالإضافة طرفان يدلان على إيش؟ على العموم. ومنه عروض التجارة، من عروض التجارة. يمكن هذه الآية فقط اللي هي قوتها موجودة من الإسناد، خلاص ما فيش إسناد، احنا بنتكلم عن متواتر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل الصدقة في الإبل والشام وفي الإبل والشاه والبز، قال أو في الرواية قال وفي البز صدقته، وفي البز والحديث أصلا فيه كلام وفي البز صدقته. وفي رواية أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وهذا أيضا حديث ضعيف. كل حديث هذه صراحة ليست قوية. حديث عمر بن الخطاب عندما قال الرجل من الصحابي الجليل عندما قال له أخرج زكاة مالك، قال ما أملك إلا جعاب أدم، ما عنديش غير هذه الجلود. قالها لا مش جابر، لا جبلة، أنا مش متذكر اسمه. فقال له أخرج من زكاة، فلما قال ما عندي إلا هذه جعاب الأدم قال له أخرج زكاتها، أخرج زكاتها. نعم. وخالف ذلك الظاهرية قال فيها صدقة عامة للآية، فيها صدقة عامة، لكن ما في زكاة معينة في هذا الباب. نعم تفضل. قال وروي قال وحكي عن مالك رحمه الله وداود رحمه الله أنه لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى داود بإسناده عن سورة الكريم رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. أو شوف مما نعده للبيع، والحديث أصلا فيه ضعف والأحكام فرع على التصحيح، لكن كما قلت الآية قوية في الاستدلال لأنه مال، وعلى التأصيل الله جعل في المال حظا للفقير. وروى الدارقطني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته. قاله بالزاي، ولا خلاف في أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها تجب. وأيضا في البز صدقته حديث ضعيف لم يصح. وعن أبي عمرو بن حماس عن أبي أنه قال أمرني عمر هو عمرو بن حماس أبو حماس نعم. قال أمرني عمر رضي الله عنه فقال أدي زكاة مالك، قلت ما لي مال إلا جعاب وأدم، فقال قومها ثم أدي زكاتها. قال رواه الإمام أحمد وأبو عبيدة رحمهما الله. الإسناد ضعيف أيضا، من كان حسنوه بروايات الإسناد ضعيف، لكن هذا في نهايته أن عمر هو الذي أمره، مفهوم، ويستدل به الحمام يستدل بذلك على الإجماع السكوتي لأنه أمره أمام الصحابة والصحابة لم ينكروا عليه، ففيها دلالة أنه استقر في نفوسهم ذلك، وده إجماع سكوتي. قال وهذه قصة مشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماع. شوفوا أقل إيش إجماع، طبعا يقصد بذلك الإجماع ليش إجماع سكوتي، هو نهاية الأمر سيرجع إلى قول الصاحب. والشافعي يعني وإن كان يقول في الجديد قول الصاحب ليس بحجة، هناك واجب في الشافعية أيضا أن الحجة في قول أبي بكر وعمر، وهذا قول عمر، وعمر النسان قال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا اقتدوا باللذين بعدي أبي بكر وعمر، الخليفة الراشد، والجميع قد أقروا ما أمر به عمر الخطاب. والصحيح الآية وهذا الحديث يقويان جدا مذهب الجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ومن ناحية النظر أيضا لأننا وجدنا أن تأصيل المال كلما تنامى جعل الله مع النماء إيش حظا للفقراء، حظا للفقراء، حظا للفقراء. قال وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا، خبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة، بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وحديثنا خاص يجب تقديمه. ماذا قال؟ قال وهذه قصة مشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. نعم. وخبرهم المراد به زكاة العين عفى عن صدقة الخيل والإبل. خبرهم في زكاة العين وهو أنه عفى عن صدقة الخيل والإبل، وهذا عين، وإحنا قلنا بأن عروض التجارة زكاتها في قيمتها، زكاتها في قيمتها. نعم. قال وخبرهم المراد به زكاة العين لا زكاة القيمة، بدليل ما ذكرنا على أن خبرهم عام وحديثنا خاص فيجب تقديمه. وحقيقة الأمر أنا سندخلنا في الكلام على الشافعي، له أن يرد هذا الكلام كليته. كيف؟ بالتأصيل الشافعي. ذكرت أنا نصير لو تتذكروا، ذكرت قريبا من كلام الموزني وغيره في المختصر، هو كلام الشافعي، هو الموزني نقله عن الشافعي، ها؟ لا الشافعي، فهو زهبني، هو الشافعي يقول لي غير كده، ماشي، أنا بقول لك نجر تفضل نجر فر، ماشي. نعم فضيلة الشيخ، لعل هذا إن شاء الله يكون شفاء لك. هذا هو ده كلام من المنزل، خلاص الوحي هذا كلام من المنذر. هو طبعا ابن المنذر اصلا كان شافعيا، هو شافعي، قال لا يخصص الحديث بقول صحابي ولا بغيره الا اذا جاء النص، واذا جاء النص هذا في تاصيل الشافعي يطرح القياس ايضا، مع ان في تاصيلات الشافعيه القياس قد يخصص العام، لا لان القياس في معنى الايه في معنى النص، وهذا ياتي تفصيلا انه لا يمكن للقياس ان يخصص النص الا ايه إن كان في معنى النص، وإن كان في معنى النص يعني تطابقت فيه المواصفات أو كان جليا كفاح الخطاب. فهنا يقول له حديث عام وحديثكم خاص، فيقول له لا تقول حديث، وأين حديثكم الخاص؟ فكل الحديث التي ذكرها مرفوعة كلها إيش ضعيف، فلا يخصص بها العام لأنه ليس بوحد، طالما لم يثبت فلا تأخذ له حكما، تستأنس وماشي استأنس، لكن لا تأخذ حكما وتخصص به عاما. لكن يتواجد هنا إيش
كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحقيقة نحن ندين الله بقول الشافعي القديم، دعنا الآن من المتأخرين، قول الشافعي القديم في التأصيل وفي الأصول أن أن قول الصاحب إيش حجة، هو ده الصحيح، قول الصاحب حجة، لكن له قرائن طبعا، لابد من قرائن محتفة في هذا الباب. نعم معنى إيه؟ ما شيء يا شوف يا حبيبي بالله عليك، قال مما نعد للبز، ده سيبك بقى احنا مش عارفين ايه هو البز، صح كده؟ يبقى ايه في الفهم؟ مش عارف، بضاعه خليها بقى قطن، ما بلاش فهم هيموت، ما بلاش فهم صح بقى. هو بيتكلم دلوقتي على ايه؟ على بضاعه بيتاجر فيها، سميها بقى، سميها عسل اسود، سميها دبس، سميها بحري، سميها تبقى ايه بقى حبيبي؟ بس خلاص، هي هي البز دي بنا ادمين بيبيع فيهم وبيشتري. لا يخص العام اللي عامه ايه؟ لا يخص العام الا بالخاص، قال قول مش فاهم الكلمه، قال حديثنا عام وحديثنا خاص وحديثكم عام، العام اللي هو صدقة عفوت لكم عن صدقة الخيل والعبيد، ماشي؟ فهنا قال له هذه أعيان، وحديثنا خاص في إيش؟ في القيم، فيقدم عليه كده كده. وضحت؟ الحمد لله الحمد لله، ماشي فضل شيء. هنا شفنا بعض الأفراء عن سيدنا عمر اللي هو كان بيقول بالزكاة والكبار، واحنا كنا في مالطا. اثر اثر ثانيه مثله هاتها مثلا. هنا شفنا قال يقول عبد الرحمن بن عبد القاري قال كنت على بيت البان زمن عمر بن الخطاب، فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم اخذ الزكاه من شاهد المال على الشاهد والغائب. طيب هو الان اخذ او عمر في 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 محفل من 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 الصحابه، احنا قلنا هم لهم قوتهم فين؟ في الايه وفي فعل ايه عمر بن الخطاب، باقي الاحاديث المرفوعه كلها ضعيف. احسن الله عليك، ماشي فضل شيخ. قال ابن قدامه رحمه الله من السنه، قال الامام ابو القاسم الفرقي رحمه الله، والعروض اذا كان في تجاره قومها اذا حال عليها الحول وزكاها. يبقى هو يقول والعروض اللي قلناها في جمع عرض، صح؟ والعروض إذا كانت لتجارة، فهنا ضع تحتها خط لأنه وصف مقيد. خرج يا صعيدي، لا تدري إيه إيه الورع اللي أنت اكتسبته الآن، أنت لابد لابد يا نحيف. الاستعمال ماشي يا عم، الاستعمال ما مهندس بقى فاهم، ده استعمال وده مش استعمال، فاهم يا ما محدثنا استعمال. انت داخل معاه، انتوا اتنين شركه واحده ماشي يا ولي الله. فين فين الطاقيه الخضراء؟ مش عايز اشوفه غير طاقيه خضراء. ماشي اتفضل يا ولي الله اتفضل. شو شفت ولي الله اشتغل بالفلاح وقال لك طالما انا ولي الله بقى كل اللي يجي مني لازم اسمعوه، فاهم؟ فخذوا بقى وانتهى الموضوع. ماشي شيخ قول لهم عشان يفهموا. وهنا لا نقول ان كانت للتجاره، ما هي بقى فيه مخالفه يا استاذ مصيب. القنيه خرج القنيه، خرج ايه ده؟ مش محتاج طبعا، مش محتاج، مع انه هو القلم، مش انت اللي قلتها؟ هو القلم برضه انت اللي قلتها. الله اكبر، رضي الله عنك يا نصيب. خرج القنيه، القنيه يعني الذي يقتنيه. طيب فخرج القنيه، ولذلك انت ترى انه بيشترط. خلي بالك خلي بالك، الله يرضى عنك الندوه احسن. خرج القنيه بيشترطون، يقولون ان اشترى للقنيه حتى لو بدل النيه للتجاره ليس فيها زكاه. يعني لو اشترى ابتداء سياره يقتنيها عشان يستخدمها اهل البيت، ثم بعد ذلك قال السيارات الان في علو نحن نتاجر فيها، ليس عليها زكاه تجاره، لان ابتداء النيه كانت ايش؟ للقنية. فهو لما يقول للتجارة يبقى ابتداء النية تكون للتجارة، ده شرط، شرط عشان تخرج الزكاة يكون ابتداء النية ليه؟ للتجارة، لله مش للقنية. قالك قصدي مش ملهاش تجارة أصلا، ما ليس لها سوق. ماشي تفضل.
قال العروض جمع عرض وغير الأثمان من المال على اختلاف. قال عرض ما قال عرض. يبقى عرض هنا خرج ايش؟ خرج الذهب والفضة. قال من النبات والحيوان والعقار وسائر المال. فمن ملك عرضا للتجارة فحال عليه الحول وهو نصاب والأمر في آخر الحول فما بلغ أخرج زكاته وهو ربع عشر قيمته. ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في اعتبار الحول، وقد دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا حديث اصلا ضعيف ايضا لكنه موقوف صحيح والصحابه عملوا به، يعني كان اجماعا سكوتيا. قال اذا ثبت هذا فان الزكاه تجب فيه في كل حول. وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وابو عبيد واصحاب الرضي رحمه الله. ما لا لاحظ شيخ، يعني اذا التجاره في هذا الباب اذا حال اذا بلغ نصابا ها العروض كلها عنده سيارات عنده نعم شيخ حاضر نبين الاصل ونتكلم على العروض كيف نفعل به. هذه المساله مساله العرض، هو بيقول بينظر في العروض اذا كانت طبعا خلاص اشتراها ابتداء لايش ها يلا يبقى اي شيء غير التجاره ما يخش فيه زكاه. اشتراها للتجاره وبلغت بلغت نصابا هي اخطاتم قيمتها بلغت لابد تقول ذلك بلغ قيمتها نصابا. الشرط الثاني حال عليها الحول ففيها الزكاة. هنا ابن القيم يقول في كل عام، يعني لو بقي منها تجارة يعني بقي منها بضاعة للعام القادم يخرج عليه الزكاة. لكن هنا وجهة النظر سيقول طب كيف يخرج عليها الزكاة وهي الآن ده بقيت فاهم أحسنت كيف بقى قبل النماء. والله عصرنا هذا يبين لك أنه صير ها إيه ملابس إيه نعم يعلو تزيد. هذا نماء أهو تبقى أهو الناس كلها أسعد الناس بتعويم الجنيه التجار عنده بضاعة بألف بيبيعها دلوقتي كام بأربع تلاف بألف وربعمية لا يا راجل سوامية ما ده اسمه الذكاء الغير متوقع بعد الأذان بعد الأذان ونضرب مثل بالصيدلية مثلا أختنا اسماء يظهر من دائم كله قالت لهم أحسن تجارة التجارة في البصل في البصل ها؟ عشان ايه؟ البصل أغلى من المانجا؟ ايه ده يا جماعة ده؟ يا جماعة أنا خليني مغفل أحسن مش فاهم حاجة في أي حاجة. ده فلاح يا شيخ فهو عارف. طب اسأل الفلاح ده. آخر مرة شاريه من شهر 20 جنيه. يبقى النسوان أفهم مننا ما هم قاعدين في البيوت بيعملوا إيه؟ والله العظيم انا اصلا لا يخبروني عن الطعام بيكلف كام. قال لك لو كده هيمنعنا من الطعام. والله استغفر الله يعني يقولون سيفجع لا يصدق هو ده اللي عنده. ان اخر ابديت حصل كان صح. كان ربع جنيه بنفطروا بيه كلنا جنيه. بص بيضحكوا يقول لك ربع جنيه هو في حاجه اسمها ربع جنيه دلوقتي؟ والله شفنا في اشياء مش اقول لك ليه ماشي. المساله وسيزداد الضغط فوق الضغط ضغطات. الناس لا يريدون دين. الناس لا يريدون دين ولسان حالهم فيه طرد للدين فسيزداد عليهم الأمر زيادة وزيادة. لازم الكل يرجع وطبعا أول واحد يرجع إحنا أول ناس ترجع لابد أن نرجع نستغفر الله ونتوب إليه نعترف بالخطأ والزلل وعدم العمل للدين ونستغفر الله. نعم.
لا خل بالك انا اذني تحتاج الى سياخ. فعلي صوتك. ها؟ قطعا عنه. اه بسمع انا. لا الى الان اسمع بس انا بتضايق ان انا اركز فمش عايز يخليني اركز. تفضل. لانه الحقيقه في هذا الباب الاصل منع والناقل ليس بقوي فيبقى مع الاصل. فهمت؟ الحمد لله يا زول. لكن شنو الفلوس السوداني عالي يعني ليس بالهين. الآن الجنيه السوداني يعادل الجنيه المصري؟ المصري يعادل المصري ولا يعادل؟ أيوه زي كده. القاضي الحسين قال لي أنت من وين؟ قلت له مصر. قال لي مصر يا أم الدنيا. أنا مفتخر. قلت له نعم. قال لي والسودان أبوها. القيامة والقوامة تكون للسودان. أنا الآن بعلمك تسمع وتطيع ومش عايز فلسفة. والله العظيم كنت لما راجع في مسألة الفرائض يقول لي ولا أسمع صوت من المصريين جنوني. لا أنا لسه جاي مع الأخ. قلت له يا ابني شوف في مصر تجد ما لا تتصوره ولا حتى في وادي الجن. يعني هي اصلا مصر اذهلت الدنيا باسرها بكل ما فيها. لا لا الاجماع السكوتي اصلا انا لا اراه حجه اصلا. لا ليس بحجه. ها ما هو السودان. يعني الاشارات كلها مقفوله. اه الله المستعان. الى اذا ضربنا مثل بذلك وقلنا مثل رجل عنده صيدليه. صيدليه الصيدليه هذه فيها ادويه. الادويه هذه ما اشتراها المرء الا لايه؟ للتجاره. يتاجر فيها. فطبعا هاتي بقى مسائل الضم هاتي. فهذا اقول اجمالا كيف يحسبها. ماذا يفعل؟ بياتي بكل الادويه اللي عنده يكتبها وينظر في سعر البيع. لكن ادنى سعر طبعا. كيف يحسب النصاب؟ على قول اختلاف العلماء ايضا في هذا الباب. يعني هل يكون بالذهب؟ هل يكون بالفضة؟ هل يكون فالشافعي بيقول بالسعر اللي اشترى بيه. بالسعر اللي اشترى بيه. وطبعا الحنابلة أعدل هنا. الحنابلة أعدل. قالوا النصاب يقاس بالأحظ للفقير. يبقى فضة ده أي شيء هيطلع منه نصاب أي شيء. يعني هو كما يقولوا راكب بأي شيء وصل بلغ النصاب لابد تعطي الفقير. يقول بالأحظ الفقير. فهو هنا بيحسبها. سيحسبها ويحسبها بأقل سعر بيع. مش ليس بالسعر الذي اشتراه. هيحسبها بأقل سعر بيع. يعني نقول الدواء أصل الشراء بمئة وهو يباع بمئة وثلاثين عند أناس وبمئة واربعين عند أناس وبمئة وعشرين عند أناس. فيحسبه بكم؟ ب 120. اقل سعر بيع ب 120. وينظر في البضاعه باسرها عليه ديون لانه عنده بضاعه ما دفعها عليه ديون. هيطرحها من مجمل عشان ده يكون العدل. مجمل ما عنده. يشوف الصيدليه باسرها عملت مليون وعليه 100,000 فيطرح من المليون المئة ألف. جمع يعني زائد. ينظر في الخزنة الخاصة به. الخزنة اللي فيها المال. فيحسب المال السائل. فيضمه للمال المقيم. وهينزل منه الديون التي اعتبرت. سيساوي مبلغ. مع مليون وعنده 3 مليون 4 مليون طرح 100,000 يبقى 4 مليون إلى 100,000. هذا الناتج الذي خرج يضربه في 1/40 تطلع الزكاة. ودي أيسر ما تكون للشركات لحساب الزكاة. أيسر ما يكون في هذا الباب بالقيمة. وفي القيمة بيخرج ربع العشر. القيمة هي إيه القيمة؟ قيمة الربح أصلا. لأنه بيجعل المآل حال. بيحاسبك على المال ايش حال. طبعا بعض العلماء بينظر في ذلك على انه وده المالكيه بيتكلم على مساله الاداره. مساله انه يكون مدير او غير مدير او يقول البضاعه دي كاسده او ليست ايش كاسده. لكن هذا لا يكون لا في الطعام ولا في الادويه. ما يكون فيه ما فيهاش هذا الباب. هذه في الاراضي ممكن.
في هذا الباب. فبيحسب هذا الحساب ويضرب في 41 يعني ربع العشر، يخرج ربع العشر منه، وبذلك يكون قد يعني أدى الزكاة بأيسر ما يكون، ويكون أدى الزكاة هنا بأيسر ما يكون في هذا الباب. ثمن المحل لا يضيف الرفوف وثمن المحل والسيارات اللي بتنقل والسيارات اللي بتنقل، كل هذا لا يضاف، لأن كل هذه مستعملات والمستعمل لا زكاة فيه. كل هذه مستعملات والمستعمل لا زكاة فيه، كالثلاجات وغير الثلاجات عند البقال، كل هذا لا يضاف. يجمع كله مع بعض، يجمع كله مع بعض. كل ده بيخرج، كل الديون، كل الديون تخرج. عنده طبيب صيدلاني له رواتب في هذا الباب، فهو بيخرج كل ما مع كل الذي يتكلفه بيخرجه، والصافي بيطلع على الربع العشر. فهمتم؟ طيب تفضل شيخ. وقال مالك، وقال مالك رحمه الله ان عقد الحول على ما دون النصاب. لا لا، قال مالك لا يزكيه الا لحول واحد. احنا قلنا في كل الاحوال، لانه باقي مع المال، والمال اصلا قابل للنماء، وما كان قابلا للنماء فوجب عليه الزكاة. امين امين ابو نوف، احسن الله لك. وقال مالك رحمه الله لا يزكيه الا لحول واحد الا ان يكون مدبرا. مدبرا دي مدبرا الا ان يكون مدبرا، لان الحول الثاني لم يكن المال عينا في احد طرفيه فلم تجب فيه الزكاه الحول الاول اذا لم يكن في اوله عينا. وهذا كلام ليس بمستقيم. نعم، لانه ما دامت الزكاه تكون زكاه في الحول الاول فهي في الحول الثاني ايش؟ زكاه، وهي بتدور، والنماء والنماء ها والنماء يزداد. نعم، ده هو مديرا، هو يقول هي مديرا، عشان كده استغربت الكلمه. نعم تفضل. قال ابو جامع رحمه الله ولنا انه مال تجب الزكاه فيه في الحول الاول لم ينقص عن النصاب ولم تتبدل صفته فوجبت زكاته في الحول الثاني. نعم، كما لو نقص في أوله. ولا نسلم أنه إذا لم يكن أوله عينا لا تجب الزكاة فيه، يعني لا تسلم له فيما أراد فيما أورد عليه. وإذا اشترى عرضا أو عرضا للتجارة بعرض للغنية جرى في حول الزكاة من حين اشترى. يعني هو بيقول إذا اشترى عرضا للتجارة بعرض للغنية جرى في حول الزكاة من حين اشترى. يعني إيش؟ يعني هو عنده سيارة قنية، طيب فاشترى بها، اشترى بها سيارة لإيش؟ للتجارة. الحول متى؟ عند الشراء، يبدأ الحول عند الشراء. طبعا لا يبدأ إلا بشرط آخر، وش هو؟ يا ربي، الإخوة مش منتبهة. نحيف أين أنت؟ قول لي تايه، قول لي تايه، قول لي تايه، مش عارف السؤال. محدثنا ممتاز، أن يبلغ إيش؟ نصابا. هنا الأسئلة هنا الحمد لله في النت في التليجرام بتأتين الإجابة صحيحة، والله الحمد لله. من يبلغ نصابا؟ مش شرط، لابد أن يبلغ إيش؟ لابد أن يبلغ نصابا. مش تفضل. قال فصل ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها. يبقى هنا هو أسس أساسا في الأساس أنها لا تخرج من العين، وقلت لكم استثناء الحنابلة في الخروج من العين إيش؟ للحظ الفقير، لو ما بلغت في القيمة نصابا وكان النصاب في العين. هنا يقول بالإخراج من العين لأنه الأصل الذي وجهه هو النظر للحظ إلى الفقير. تفضل. قال وهذا أحد قولي الشافعي رحمه الله، وقال في الآخرة هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها، وهذا قول أبي حنيفة. لا، هذا الأمر في إيه يا شيخ محمد؟ لا، هذا في ايش؟ فانه ملك عرضا ها من العروض تكون الزكاة في عيني وفي قيمته. مفهوم؟ نعم، يعني كالشات كالابل. نعم، ها، لكن التخصيص في هذا الباب لما قال يخير على هذا شويش غوج. لا لا، ده انا الذي اراه انه بالاتفاق هي لا تخرج الا من العين في هذا. لا، ما ضعيف جدا، شاذ كمان، شاذ، وده وجه عند الشافعيه، وجه شاذ ايضا. نعم. قال وهذا احد قولي
قال ولنا قال وهذا قول أبي حنيفة لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها. أو شوف قال إيش بقى مال تجب فيه الزكاة يعني في عينه. فجاز إخراجها من عينه. فجاز. لحظة هنا قالوا هذا قول أبي حنيفة إنه قال تخرج من إيش؟ من العين يعني مش تخير. شافعي بس هو اللي قال على التخير. شافعي قال بالتخير. وقال في الآخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها وهو هذا قول أبي حنيفة. أي نعم يبقى قول أبي حنيفة موافق للقول الثاني للشافعي. نعم. قال ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ولا يسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمتها. نعم نعم. لا طبعا بيرد هنا على ايش؟ على انه قال انها مال تجب فيه الزكاه. فقال كسائر المال الاموال يبقى اذا يخرج من العين فيه. ماشي. قال مسلم ولا يصير العرض للتجاره الا بشرطين احداهما ان يملكه بفعل احدهما ما بدل على البدليه صح؟ نعم. احدهما ان يملكه بفعله كالبيع والنكاح. وده بدل ايش بقى يا استاذ نصير؟ انت حبيبك اهو درعامي موجود قدامك. اما ان توكله واما ان تقول. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ هو انت تحتاج لاحد يتكلم معك يا شيخ نصير؟ شوف 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 وشوف الاخ امتلأ فرحا بما يقول، ما رايك في شيخك؟ شيخنا قول لي اسال ها؟ يعني انت ترى ان نصير كل واحد الله اكبر مجامع الخير في عيونك الله اكبر لله الحمد وهو عيونه تنطق و نادر يتمنى اي شيء فيه خير لك تفضل شيخ ولا يصير العرض للتجاره الا بشرطين احدهما ان يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبه والوصيه والغنيمه واكتساب المباحات لان ما لا يثبت له حكم الزكاه بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النيه كالسوم الله يعني هنا بيقول الشرط الاول ان يكون ايش ان يملكه بفعله هو ليش يملكه بفعله خرج ايه خرج الموروث ما كان موروثا ما كان هبه كل ذاك لا يدخل يقول لابد من فعله تعصر العلماء الاخرون اشترطوا شيء اخر وش هو العوض ان يكون بالعوض يقول لا يكون تجاره قط الا اذا كان في عوض فالهبه خرجوا والارث خرجوا والاحتشاش والحطب ما في كل هذا خرجوه فقالوا ان كان بعوض يصح التجاره نعم تفضل ولا فرق بين ان يملكه بعوض او بغير عوض ذكر ذلك ابو الخطاب رحمه الله بيرد على الشافعيه بيرد على الجميع في هذا وابن عقيل رحمه الله لانه ملكه بفعله اشبه ما لو ملكه بعوض وذكر القاضي رحمه الله انه لا تصير لا تصير انه لا تصير للتجاره الا ان يملكه بايش بعوض قول الجمهور يعني بيع مشروع يعني وذكر القاضي رحمه الله انه لا تصير للتجاره الا ان يملكه بعوض فان ملكه بغير عوض كالهبه والاحتشاش والغنيمه فان ملكه مش ملكه ملكه بغير عوض كالهبه والاحتشاش والغنيمه لم تصر للتجاره لأنه لم يملكه بعوض أشبه الموروث. قال هذا كالإرث فليس فيه، لكن الحنابلة لا يقولون بذلك، الجماهير يقولون بذلك. وصراحة كلام الجماهير أوفق وأسد وأحظ. لكن كما قلت الحنابلة يخرجون من ذلك الأمر، إيش هو فلاح؟ يا فلاح، والله التأسيس الأول ما أنت كل ده أنت لما تفهم التأسيس بيصير معاك، عبد الرحمن. الحظ الفقير، الأحظ الفقير. قال والثاني أن ينوي عند يعني والشرط الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصل للتجارة وإن نواه بعد ذلك يعني ترو النية لا يؤثر النية لا تصح إلا بالتأصيل عند الابتداء إذا ابتدى للتجارة صحت النية ويكون للزكاة فيه إذا قال ابتدأه بالقنية ثم طرأ عليه النية لا يعطى لما؟ لأن الأصل المنع والناقل ليس بقوي فيبقى مع الأصل مفهوم؟ قال وإن ملكه بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصل للتجارة لأن الأصل القنية شوف ورجع ولأنه المسألة قال التجارة إيش؟ لا عرض الترو لا يقوى على النقل الترو لا حكم له كما قلنا قبل ذلك
إلى بدليل آخر قوي. تفضل. قال والتجارة عارق ألم يصل إليها بمجرد نية كما لو نوى الحاضر السفر لم يخرج عن حكم السفر بدون الفعل. معلش مرة ثانية لأن أم علي أتعبتني جابت لي أم علي دون رز بلبن قالت إيه ده فيزياء دي والله. لا يا اصل الحق العلم ليس بسهل يا نصير الله يسهله على من يشاء لذلك لانه اصل العلم ده علم هو سبحانه فما بيسهلوش على اي احد الله لا ييسر وحقيقة انا ابعد عن هذه ليه لانه ما 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 يؤخذ الا بمشقة جدا فانا اقول العلم سامي سهل لسامي لكن هو يسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ نستقي كلام يسير على من يسره الله عليه غير ذلك لا يستطيع احد يصل اليه قلنا بقى يسير على من يسره الله عليه استقينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن مش اي احد يستطيع يصل اليه هو هذا هو متناول للجميع ولا انه في حد ممكن يفتح النت يا جدنا ما مش قلت لكم اخ قال في واحد قال الاخر قال له امه اشتريت له الفيس هو قال الراجل ده امه اشتريت له الفيس كل ما دي بتاخد تدخل هي بقى من عند الله فانا اقول لك هو سهل هل كل احد بيستطيع يصل هل كل احد بيسمع هل كل احد بيستفيد هذا الكلام هل كل احد ده كلام كلام مقيل من سنين كل واحد مش فاهم بيقدر يقرا حاجات صح استغفر الله طيب انا مش فاهم طب يعني يعني انا ظالم يعني لم يوفق نعم لا لا ابدا ما يسوى من الله كما قلنا ييسره الله على من شاء شيخ انا اقول لحضرتك شيء اصلا كل كلام الفقهاء انظر فيه وتعال في اصول فقه انظر الى الرساله بنفسها لانه ربطها ربط الناس بايش بالدليل وايش اللي حدث ألمع كتب الأصول على الإطلاق هو كتاب إيه؟ الرسالة تفضل ماشي تفضل قال وإن ماته بإرث وقصد أنه للتجارة لم يصل للتجارة لأن الأصل كلي والتجارة عارض فلم يصل إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم السفر بدون الفعل برضو نفس الحكاية شغلوني أنا آسف فلم يصل إليها بمجرد النية كما لو نوى الحاضر السفر لا نثبت حكم السفر يعني حكم الترخص نعم ها خلاص النية غير مؤثرة النية لابد لها من ايش من فعل فهمتوا من قياس سواء قياس على سوم او لازم ممكن يعني انتوى السوم ان انتوى صنعه بس هو ما انتواش لانه بالفعل لازم ياكل وما ياكلش هي دي السوم اصلا ليس نية السوم مش السوم السوم لا سيبك السوم السوم هو الشيخ بيتكلم على انه ينظر في السوم هل لو انتوى السوم يكون تكون الليبل عنده سائمه ولا ان هي اصلا تسرح وتروح تاكل بعيد لا لابد فاهم هذا هو ماشي اتفضل شيخ قالوا عن احمد رحمه الله روايه اخرى ان العرض يصير للتجاره بمجرد النيه بقول سمره عمر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقه مما نعد للبيع والرد على الاستدلال بهذا من وجهين الوجه الاول حديث ضعيف والاحكام فرع على طب تنزلنا مع التصحيح بقى كيف نرد لا ولي الله فين التقية الخضراء لازم تاتي بها وجيزه صاحب القواعد كيف كيف القياس على السائمه وعلى وعلى لو توى سفر هذا عام مخصوص بذلك احنا نقول له في هذا الباب على الرد في مسألة التخصيص هذه الأقوى منا نقول الأصل خلاف الأصل خلاف فلابد لك من إيش لابد لك من تخصيص لا تحتج علينا في خلاف الأصل بالتعميم ليش العموم يدخله الاحتمالات فلا يكون قاطعا والأصل لا ينتقل إلا بقوة لا وجيزة أنت بهريسة بالله الحمد لله والله عيونك بتتعبنا شايفك يعني عايش في دنيا أخرى والأصل لا ينتقل إلا بقوة فإن لم نجد الدليل يقف عند الباب وأنه لا زكاة فيه نقف عند هذه المسألة أكمل المسألة بس قال وبالنية يصير معدا للباغي فعلى هذا لا يعتبر أن يملكه بفعله ولا أن يكون في مقابلته عوض بل متى نوى به التجارة صار للتجارة نعم
يعني هو بيقول وبالنية يصير معدد، ده كل ده تعضيد للقول ليش للرواية الثانية. وانا قلنا الرواية الثانية ليس صحيحة، وصحيح في ذلك ان الاصل لا ينتقل الا بقوة. وهنا بقى بعوض عند شحنابلة لا يعتدون به، يعني ما يجعلون محوقلا فيه، أما الجمهور يقولون لابد يكون بعوض حتى يصح. لو إيه انت والتجارة انت وإيه في القرية ما لا تصح، لأنه طارئ الطارئ لا يستقر، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي انحرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلن فإن الهموم بقدر الهمم.